أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. تتعافى الرغبة في المخاطرة بقوة مما يضع الين الياباني والدولار الأمريكي في مراكز ضعيفة. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي صعوديا فوق مستوى الدعم عند مستوى 1.1328. يتماسك زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، حيث أن كلتا العملتان ضعيفتان بسبب معنويات المخاطرة في السوق. من المحتمل أن يندمج زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي دون مستوى المقاومة عند مستوى 1.1709 نقاط خلال اليوم. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.